بينضم إلينا الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة للتعليق. بعد التحية لك دكتور، كيف ترى أهمية وجود مثل هذه الشبكة في الاكتشاف المبكر للأمراض الخطرة؟ أهلا وسهلا، مساء الخير أستاذ شادي كل متابعينك. يعني فكرة وجود مراكز استباقية للفيروسات سواء الحالية أو اللي ممكن تحدث في المستقبل هي فكرة مهمة للغاية، يعني كانت بتنادي بيها منظمة الصحة العالمية من سنين، بس كان طبعا في مشكلة كبيرة في الفند والتمويل. طبعا بعد الجائحة بقى موضوع التمويل أسهل شوية في إقناع العالم ووزارات الصحة في العالم إن يبقى فيه تمويل مناسب ليه. فكرة إن يبقى عندنا تحليل للفيروسات الحالية مثلا زي ما ممكن ندي عليها مثال اللي حصل في فيروس الأطفال مثلا، إن إحنا لو عرفنا نترصد عينات معينة من دول مختلفة للنسب، سواء كان مثلا بيعملوها في المجاري المائية سواء بيعملوها بنسب عشوائية، نقدر نتتبع هل ممكن يبقى فيه فيروس حتى لو كان قبل كده منتشر ودلوقتي ابتدى يقل ان هو بيزيد تاني او نسبته بتزيد. طبعا على جانب اخر مثلا دراسه الحيوانات اللي موجوده وعندها فيروسات محتمله ان يحصل منها قفزه جينيه للانسان. نتكلم طبعا يعني زي ما حصل في كورونا مثلا ان فيروس بينتقل من الخفافيش مثلا لكائن وسيط ثم الانسان، ده ممكن يحصل في المستقبل. الهدف من مركز استباق ان هو يدرس الفيروسات الموجوده في الحيوانات ويشوف هل في مثلا طفرات معينه بتحدث مع مثلا سنه بعد سنه وممكن يعملوا لها حاجه زي سيميليشن على الكمبيوتر يعرفوا محاكاه هل ممكن في المستقبل التحور ده يوصل لمرحله معينه ينفع ان هو يرتبط بالخلايا جسم الانسان ولا لا، ويحط لها احتمالات ولو الاحتمال ده قائم يبتدوا ان هم يدرسوا ازاي يمنعوا ده. طبعا السياسه الصحيه بقى منع التعامل مع الحيوانات البريه وكل احنا اتكلمنا فيه كتير اثناء كورونا. الموضوع التسلسل الجيني مثلا بتاع التحور ده مثلا اخرنا كتير في كورونا، نتمنى ما يحصلش تاني ان احنا بقى عندنا لقاحات. صحيح احنا بنقول هو اسرع لقاح في التاريخ، ولكن احنا قعدنا تقريبا 12 شهر لغايه ما اللقاح انتج ولغايه ما ابتدى يتوزع. بعد كده انتجنا مليارات من اللقاحات وحصل تحور مثلا عالي للفيروس، اصبحت اللقاحات هي كمان محتاجه تطوير اكتر بقى في هدر. ولكن تطوير اللقاحات اسهل من اختراعها في المره الاولى يا دكتور، صح؟ بالظبط كده، وده الهدف من ان يبقى عندنا حاجه استباقيه ان احنا يبقى عندنا منصه تتنبأ ان انا مثلا وخصوصا الفيروس الافريقي ان انا مثلا اقدر. هل من الممكن لهذه الشبكه ان تتنبأ بالتحورات يا دكتور؟ التحورات بيتحط لها برضه محاكاه، يعني احنا بنشوف سرعه تحور، يعني مثلا فيروسات عائلات كورونا بتتحور بطريقه سريعه مثلا ولكن بتختفي سريعا. اللي حصل في كوفيد هو تحور كان ممكن لو كنا احنا بندرس كل فيروسات كورونا اللي موجوده في الحيوانات وحطيناها محاكاه ان احنا يبقى عندنا منصه لاطلاق او لتصنيع لقاح محتمل لو احنا محتاجين حاجه زي كده في المستقبل. لو حصل لا قدر الله جائحه ينتج اللقاح سريعا، لو لا هينفع للقاح تاني محتمل في المستقبل، لان طبعا كورونا ما هياش اول واخر جائحه، بيحصل جوائح دايما في العالم كل 100 سنه او كل 200 سنه. الاحسن احنا نكون مستعدين ليها، وخصوصا لو هيبقى بعد كده لا قدر الله مثلا في انتشار لفيروس اخطر شويه من كورونا. كورونا كان الحمد لله نسب وفياته قليله يعني، لكن طبعا احنا عندنا ده في الاونه الاخيره عندما تحور، ولكن في بدايه الامر لم يكن الوضع كذلك. حتى في بدايه الامر يعني فكرنا في 1 أو 2%، احنا للاسف عندنا فيروسات زي فيروسات اللي بتسبب الحمى النسفيه مثلا زي الايبولا وما شابه الايبولا. نسب الوفاه بتبقى ازيد من 50%. ولو لا قدر الله ده تحور واصبحت جائحه دي هتبقى كارثه انسانيه طبعا. فالحمد لله يعني ان احنا يعني عدينا من هذه الجائحه، ولكن محتاجين نبقى مستعدين بالمراكز الاستباقيه. طبعا هي دي هتحتاج تاني، طبعا منظمه الصحه العالميه ما هياش جهه ملزمه، هتحتاج ان في فند يعني تمويل يعني كل سنه في استمراريه من البلاد ان هي تقدر تدعم المراكز البحثيه، وخصوصا ان هي بتاخد تمويل ضخم. فهيبقى دايما في اعتماد على الدعايه دي، هل المراكز البحثيه ليها فعلا ربحيه في المستقبل؟ هل ممكن تنتج لقاحات ذات صفه ربحيه للشركات عشان يبقى في تمويل مستمر ليها؟ كل ده هيبان في الاونه الاخيره ان شاء الله، وهيبان في الفند بعد شهر او شهرين هيبقى شكله عامل ازاي، ولكن الفكره نفسها كانت بتنادي بيها منظمه الصحه من اكثر من كذا سنه. ايوه الحمد لله دلوقتي الحمد لله يعني اتحطت قاعده التنفيذ يعني. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة دكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة.